ناس واعدين جدا في المجال، واعتقد هم بشكل كبير جدا هيقدروا ينشروا فكرة البام لحد النهاردة. ممكن تكون ناس كتير بتتعامل معاها بكيفية مختلفة. يعني هو البام مش ريفت، يعني دي المشكلة بتاعت ناس كتير جدا. ده احنا يعني بروفيشنالي اكيد، يعني بام اريبيا هي اوريدي غطت جزء كبير. النهاردة انا عايزة اتناول الموضوع بشكل مختلف، مش علشان حد ان هو اشتغل في الموضوع ده وعارف قد ايه هو مهم. لا، احنا النهارده يعني عندنا موضوع عايز تفكير كباحث. انا كباحث علمي كل ما يطلع معايا تول جديده انا لازم افكر فيها ازاي اقدر اطوعها لموضوعي. فدي فادتنا كتير جدا لما يعني يختلط العمل البروفيشنال بالبحث العلمي، بيطلع حاجات شويه بره الصندوق. كان من ضمنها الكيس اللي احنا هنتكلم عليها النهارده. أنا الموضوع اللي عاوزة أتكلم فيه النهاردة هو إزاي إن إحنا نستخدم نموذجية معلومات المباني كأداة للبحث العلمي. طيب، كل الناس عارفة إن الأدوات البحث العلمي هي متجددة، يعني ما أقدرش أقول رجد النهاردة إن أنا عندي 2 أداة ينفع للموضوع ده. لا، ده كل يوم في حاجة جديدة بتظهر، في باحث من الباحثين يقدر إن هو يطور الأداة اللي ممكن يكون بيستخدمها لحاجة تانية. فحصلت في فترة قريبة جدا، يمكن 2014، كان المتحف الإسلامي تم تفجيره، عمل إرهابي اللي احنا كلنا كنا يعني متابعين ايه اللي بيحصل، وحصل التفجير بتاعه. بدأ الانتيريور بتاع المتحف الإسلامي بالشوكيسز بالأوبجيكتس كلها حصل لها ضرر كبير جدا، ويمكن الصورة اللي على الشمال موضحة الموضوع. الصورة دي خلت إن كل حاجة انهارت. للناس اللي ممكن تكون مش عارفة قوي، المتحف الإسلامي هو مبنى أثري ومسجل، وكل الأوبجيكتس اللي فيه هي يعني مجموعات متحفية مميزة بتحكي تاريخ الفن الإسلامي من بداياته من العصور الأولى للإسلام لحد الفترة العثمانية وعصر محمد علي. الفكرة إن حصل معانا يعني وإحنا شغالين الموضوع ده، يعني كان مفاجئ بالنسبة لنا. شفناه في الأول في التلفزيون مع كل الناس، بعد كده تم استدعاء الفريق علشان يعني الحالة النفسية اللي انتابت. المتحف ده كان منتهي بالفعل وتم افتتاحه في 2010، وبعد كده تم التفجير في 2014. طيب، ازاي ان احنا نقدر علشان الظروف اللي بتحيط بالموضوع ده، وان احنا نقدر نحافظ على المبنى الاثري ونأمن الخطوره اللي حصلت عليه، في نفس الوقت يحصل حاله ان احنا قدرنا نقف تاني بعد هذا الموقف بشكل كبير. جت من هنا الفكره نفسها بتاعت اللي احنا نتعامل مع الموضوع كبحث علمي اكتر ما هو شغل، او ان هو مبنى محتاج ترميم او مجموعه متحفيه محتاجه تدخل. بدينا نتكلم على يعني الفكر بشكل عام. احنا لو في العادي زي ما احنا شايفين احنا قدرنا نوصل بعد 11 شهر. الصورة اللي على الشمال دي كانت ساعة التفجير ودخول المجموعات اللي بتبتدي تلم الآثار كقطع من الأرض، والصورة اللي على اليمين اللي هي الكيس اللي حصلت بعد الترميم. طيب، في الظروف العادية احنا بيبقى عندنا طبعا البرامج اللي كانت بتحصل قبل كده. احنا كنا اي حد بيبقى عنده بي كيو او مقايسة اعمال محددة البنود والكميات، وعندي برامج زمنية معظمها بتشتغل على البريمافيرا بتبقى عليها الكوست بتاع كل ايتم، وبتبقى عليها ديوريشن وستارت وفينش، وعليها الـ يعني الكريتيكال باس زي ان هو ايه الاكتيفيتي اللي محتاجه تبتدي مع اكتيفيتي، ايه الاكتيفيتي اللي محتاجه تخلص عشان اللي بعدها يبتدي السيكونس الطبيعي. طب انا هنا الموضوع كله يعني كارثي، ولازم يكون في تدخل سريع. لازم تبقى الحكومه نفسها عندها توقع هو ايه المبالغ اللي محتاجه تتضخ في الوقت ده علشان نخلص. كلنا عارفين ان احنا لو انا اخدت المشروع ده وعملت عليه ديوريشن على 3 سنين مثلا،
يختلف ان انا عملته فاست تراك بروجكت على 10 شهور او على 11 شهر، الموضوع مختلف تماما. وقد تكون الناس بتقول اه ده الثلاث سنين ده هياخد ريسورسز اكتر وبني ادمين اكتر، فبالتالي ده كده اغلى. لا، الموضوع ما تحسبش كده خالص. يعني في المقايسه او في الكونتراكتنج عامه، فاست تراك ده ليه ترتيبات ان هو ما ينفعش يكون في نسبه خطا باي شكل من الاشكال. طيب خلينا نشوف احنا عملنا ايه. لما جينا نتكلم معاه يعني كفريق وبدينا نشوف المشروع ونتكلم مع الناس وايه اللي هيحصل وندرس الموقف، احنا بنتكلم بلغتين. يعني احنا النهارده بنتكلم على الكومباينيشن، ازاي ان احنا حصل معانا حاجه هي مستدعيه يعني شغل، وفي نفس الوقت احنا بنعملها كحاله بحث علمي، ازاي ان انا اقدر اعمل اللي اتعمل في سنين في فتره قصيره جدا مع اداه هي تقدر تمكنني من ده. فاخدنا احنا قلنا خلاص احنا علشان نقدر نعمل ده احنا بنعامل المتحف دلوقتي، المبنى التاريخي والمجموعه اللي جواه ككيس ستادي. طبعا كلنا عارفين ان في اركيتكتشر ريسيرش اسيتس من ضمن الاستراتيجيز السبعه الاشهر اللي بتتعامل مع الكيسز المعماريه في البحث العلمي، مش كيسز كمباني يعني، من ضمنها حاجه اسمها كيس ستادي ابروتش. طيب احنا هنا قلنا خلاص احنا هنجرب التجربه دي وهنشوف. طبعا عندنا اوريدي البروجكت الاصلي وعندنا التصميمات بتاعته وعندنا كمان المقايسات القديمه وعندنا الديوريشن، عندنا كل التفاصيل. فجينا النهارده احنا قلنا خلاص احنا هناخد ده تجربه، هنعمل عليه يعني نحول كل الطريقه بتاعت الشغل بدل ما هي كانت بالطرق اللي النهارده بسميها اعتياديه، مع انها كانت طرق متقدمه يمكن سنتين ثلاثه قبل الانتشار بتاع نماذج معلومات المباني. جت من هنا ان احنا هنعمل الاكسبيرمنتال ابروتش ده والسيميوليشن. سيميوليشن انا بعمل بحاكي اداء المبنى، وهو ده اللي حصل بالفعل، ان انا ازاي اعمل محاكاه لاداء المبنى علشان اشوف المبنى ده هاو يعني it will behave against circumstances، وان انا باجي احدد له حاجات معينه واشوف المبنى بالنسبه لي هيتصرف ازاي. زي اي بحث علمي كان لازم يتحط له hypothesis او فرضيه. الفرضيه بتاعتنا ان احنا قلنا متوقعين ان الباكج بتاعت الباب ازاي ان انا هدير الموضوع او المعلومات بتاعت المبنى. انت مش بتدير المبنى، انت بتدير المعلومات اللي تم محاكاتها في سيميوليشن المبنى، وبالتالي بتقدر تاخد ريسبونس على المبنى. امتى بقول ان انا بدير المبنى ده؟ لما بيكون الموديل نفسه هو انتر اكتف وان في سايبر فيزيكال في المبنى، وهنتكلم على الكلام ده، وهي بيعرف الموديل ده ياخد عليها ريسبونس فبيخليها تتصرف، توطي التكييف، تعلي الاضاءه، تعمل اكشن معين. فبالتالي احنا لا مش بنتكلم كنا في الجزء ده، لكن احنا بنتكلم على ان انا بدير المعلومات نفسها المحاكاه. طيب اخذنا الفرضيه وان احنا قلنا طرحنا قد تكون زي ما احنا عارفين اي بحث علمي هي مش ضروري ان انت تثبت ان الفرضيه صح. انت بتحط فرضيه بتيجي في اخر البحث انت بتقول هي يا اثبتت بالايجاب او اثبتت بالسلب، وده اللي بيحصل. حتى النتيجه النيجاتيف اللي بتطلع معانا في الاخر هي نتيجه، حتى لو النتيجه دي مش على هواك، لان انت المفروض ان انت كباحث بتبقى محايد وبتشوف التجربه للاخر وبتقارن النتائج عشان تقدر تقول بعد كده اذا كان الكلام ده مظبوط او في ايرور. طيب احنا هنا كان ايه سؤالنا الرئيسي اللي احنا بنفترضه؟ زي ما احنا عارفين انا بلاقي مشكله، المشكله دي هي اللي بتريز الريسيرش بتاعي. كانت مشكلتي ان دلوقتي الطلب اعاده تاهيل المبنى ده واعاده ترميمه والريستور كل المجموعه المتحفيه اللي كانت معروضه في فتره زمنيه قصيره جدا. طيب انا ده مشكله البحث بتاعتي. والمشكله الجلوبال او لو انا بقول ان في يعني جول وفي ايم، الجول الكبير بتاعي ان انا هنا بلاقي ان طبعا عدم استقرار الظروف اللي حصلت ساعتها، ان في مشاكل ادت ان المبنى ده ينفجر علشان تصرف ارهابي. طيب انا هنا برجع اقول حاجه تانية، ان هي عدم تاهيل المباني التراثيه لمقاومه
الظروف دي، ان كان طبعا محدش هيقدر هو يأهل كل المباني الأثرية ضد التفجير، لكن على الأقل المباني اللي موجودة في أماكن كريتيكال زي المتحف الإسلامي. طيب الفكرة كمان إن أنا باجي على مستوى البحث العلمي بقول إن الباب هل يقدر يحقق نتيجة أفضل عن الـ separate packages of modeling أو scheduling زي الريفت لوحده أو زي الـ 3D AutoCAD أو زي الـ Primavera، هل كل واحد وهو لوحده أفضل؟ ولا ممكن الـ combined work اللي بيعمله البام يوصلني نتيجة أفضل فتخليني أعرف أعمل management أسرع؟ هنشوف القصة دي. خلينا بس احنا في الأول نتعرف على ايه الفرق ما بين الاثنين. البام ده مجموعة من البرامج بتشتغل مع بعض علشان تطلع مبنى محاكى ذو معلومات على level of details معين. يعني أنا ممكن أقول إن أنا عندي level of details اللي أنا بدخلها للموديل دي مثلاً 300، ممكن 400، ممكن 500 على حسب كمية المعلومات. طيب في حاجة تانية اللي أنا كمان بعمل تطوير في المعلومات اللي أنا بدخلها، وهنشوف الكلام ده دلوقتي مع بعض. طب أنا الأول أول حاجة محتاجها عن المبنى إيه؟ أول حاجة محتاجها في المبنى إن أنا أعمل الموديل بتاع المبنى. في تو كيسز إحنا اشتغلنا بيهم في المتحف الإسلامي، جبنا كل الجلوبال بالـ 3D ليزر سكانر، ودي أداة لجمع المعلومات، هي عبارة عن يعني جهاز بيبعت إشعة ليزر 360 درجة أفقي ورأسي في نفس الوقت، بيسكان كل البيئة المحيطة بتاعته، بيرجع يبعت لي إحداثيات للنقطة بالـ 3 axis اللي هي الـ X والـ Y والـ Z. طيب هو جاب المعلومات دي أخدها وبقت عنده نقط مساحية، فالكمية النقط المهولة اللي كان عملها هو فراغ بقت بتتسمى point cloud أو غيمة النقط. غيمة النقط دي هي دخلت لي أنا بعمل عليها digitizing عشان أطلع الموديل بتاع المبنى، أو في الأدفانسد. يعني إحنا كل يوم إحنا نفسنا يعني بنتعلم، لأن مش حاجة ستاتيك في المجال ده أبداً. يعني بدأت النهاردة في some softwares بتحول على طول البوينت كلاود لريفت موديل، ودي بقت هي نفسها نقلة نوعية، لأن إحنا بنتكلم إحنا كنا بنقعد نوثق الأماكن الأثرية والقطع الأثرية دي لأ بالشهور وبالسنين أحياناً. يعني فلما نوصل إن إحنا مبنى يقدر يتعمل له سكان في عدد من الأيام ويطلع لي موديل ريفت مرسوم ومصحح، طبعا ده يعني إعجاز في وقت قليل جدا اللي بدأت تظهر فيه التقنية بتاعت الليزر سكانينج. معروف إن طبعا الأوقات إحنا بنتكلم هنا مزيج ما بين البحث العلمي والبروفيشنال، إن إحنا الأجهزة دي غالية، الأجهزة دي حتى لو هتؤجر هتبقى برقم معين، فممكن يكون إحنا بناخد بيها جلوبال سكانينج وبعد كده بنبتدي السبيسيفيك ديتيلز بنعملها بالتوتال ستيشن او بنعملها بالطرق اللي هي المساحيه الاي دي ام او الالكترون ديستانس ميتر. اخذنا الموديل بتاع المبنى، بقى عندي المبنى فاضي كده انا معايا فايل رافت في المبنى فاضي. طيب انا عندي دايما اشهر المعماريين اشهر برنامجين بيشتغلوا عليهم اللي هو الاوتوكاد والريفت فاميلي. خلاص انا بقى عندي الفايل ده وببتدي أشتغل عليه بالإكستنشن بتاعه اللي موجود، يعني يا إما عندي كلاود ووركس جوه الأوتوكاد يا إما عندي جوه الريفت، ودي الشانل اللي بتقرأ الفايل اللي بيطلعه السوفتوير بتاع السكانر على حسب هي نوعها إيه، وبيروح يتقري على البرامج الاثنين دول. ففي الكيس اللي احنا بنتكلم عليها دي احنا كنا الليزر سكان نفسها هي بتشتغل بسوفتوير اسمه سايكلون. السايكلين ده كان بدأ ياخد البوينت كلاودز وبدأ يجمعها ويحولها يعني لبيانات مساحية تدخل على الكمبيوتر، ودخلناها على تو اكستنشنز قريناها من خلال الاوتوكاد كلاود وركس، ويعني ودي حاجة أداة للاناليسز نقدر ان احنا نرسم بيها فوق الحاجات دي يعني اوتوكاد،
ودخلنا من الناحيه التانيه بالريفت كلاود ووركس عشان نعرف نعمل الموديلنج ويتقري عليه. طبعا كلنا عارفين ان اي حد بيشتغل بيم هو الوسيط بتاعه الريفت، يعني لازم يكون الموديل عندك ريفت عشان تقدر تشتغل عليه. لغايه ما احنا عملنا مبنى موديل ثلاثي الابعاد كده، احنا ستيل في ال 3 دي، يعني خلاص حولنا المبنى ل 3 دي. باجي بعد كده، احنا عارفين ان البام ده او نمذجه معلومات المباني هي بتقول بتضيف ابعاد تانية للمبنى، هي مش بتضيف ابعاد زي الارتفاع وزي العرض والطول، لا هي بتضيف بعد تاني في المعلومات. زي ما نيجي احنا بنتفرج على سينما ويقول لك لا السينما دي 7 دي او 9 دي، هو كل دايمنشن زياده هو بيحطه هو بيقصد بيه بعد اخر في عمق الاكسبيرينس نفسها. فهنا يقصد بالفور دي البعد بتاع التايم. انا هنا دخلت زي ما كنت بعمل برنامج زمني، عندي موديل بشوف عليه الباب ده شكله ازاي، وفي هنا الكلاش ده بعمل له كلير من ده ازاي، وابتدي اتعامل معاه كانه اداه للبرودكشن بتاعه الكيو اس او الكوانتيتي سيرفين، وفي نفس الوقت ان هي اداه تطلع لي شوب دراون اكيرت. لا انا هنا بشوف ده، عايز اشوف طيب البيبان مثلا دي لو انا هعملها كمان تاخد وقت قد ايه، فبرجع على البرنامج الزمني اشوف البند ده عندي بيبتدي امتى وبيخلص امتى، الديوريشن، وهل هو على الكريتيكال باس، هل هو لينكد اكتيفيتي، في حاجه متلمكه بيه ولا لا، ببتدي ادرس كل الكلام. فكانت هنا دي سيبريت باكجز، انا ببص على ده وعلى ده، مفيش انتجريشن ما بين الاثنين، فما طلعتش حاجه. طيب انا الرافت بالنسبه لي علشان يتقري على البريمافيرا، هو كل البنود وكل الاكتيفيتيز دي هي معموله لايرز، اللايرز دي هي بتدخل على بعض بنيمنج معينه، كودينج مش دخلكم في تفاصيل قوي، بس يعني هي مفروض ان هي تبقى لايرز. انا هنا دي عندي الممبر بتاع الكامر مثلا اللي احنا عاملينه علشان الانتيرير بتاع المبنى، كان معمول بعض الكامر بالفايبرز. الفايبرز دي هي هنا في البرنامج الزمني اسمها فايبرز، وهي في الموديل اسمها فايبرز، فبدينا نعمل ميرج بالاثنين. طب هو الريفت والبريمافيرا هيتقروا ازاي على بعض؟ في برنامج بسيط اسمه نافيس وورك، معظم الناس طبعا اللي بتشتغل بيه هي يعني تبيد هذا البرنامج بشكل كبير، هو بيقدر يجمع الاثنين على بعض. فانا في البريمافيرا كان عندي الايتمز، وعندي كل ايتم من دول هي ليها تايم وكوست. يعني انا بقول او دخلتها ازاي على البريمافيرا، انا عندي مؤسسه اعمال فيها بنود معينه، البنود دي بيحصل لها بريك داون، بتقل مثلا ان انا هعمل هنا ارضيات، الارضيه دي هي عندها لاير وعندها بري لاير وعندها تجهيزات معينه من مثلا تمديدات كهرباء تحتيه، ببتدي البريك ده بيتقدر بوقت وبيتقدر بفلوس لغايه ما بعرف في الاخر احسب الكوست بلس بتاعه البند بتاعتي ده عامله ازاي. اخدت البند خلاص عندي تايم وكوست، وهنا في الموديل هو بيرفلكت انه مرسوم كارضيه، تمام. بيحصل بالنافيس وورك ان الاثنين بيبتدوا يتقروا على بعض علشان يبقى معلوماتهم مدمجه مع بعض في الموديل. طيب خلينا نشوف الكلام ده بيتم ازاي. احنا very simply طبعا احنا علشان الاغراض البحثيه احنا عملنا simplification للايتمز اللي كانت موجوده. ادي الموديل بتاع المتحف الاسلامي، هو كان في مجموعه شغل، منها ان انا بعمل طبعا يعني الورك، في كان تدخل انشائي على بعض العناصر المتدهوره، الحاجات اللي وقع عليها حاجات تقيله فبالتالي كانت لازم ان هي يعني تتعدل تاني. كان في بتحط بقى كاميرات مراقبه وعناصر تقدر تشوف النطاق اللي في المتحف الاسلامي وتشوف الشارع عامل ازاي. في بنود نجاره لان معظم الابواب طبعا يعني انهارت في التفجير، اتعملت اضاءه تاني، اتعملت انظمه متطوره للتكييف والانذار الحريق والاطفاء يعني. وطبعا كل الشوكيسز كانت اتدمرت زي ما احنا شفنا في الصور.
كمان الالمنيوم ورك، كل الواجهه اللي كانت مقابله لمديريه الامن دي بالكامل حصل عليها ديتيريوريشن. وكان في مجموعه يعني اكسسوارز والحاجات اللي بتشيل القطع، الماونتس يعني للقطع، خصوصا الحاجات اللي هي المعروضه في اللاندسكيب او اللي هي معروضه في المتحف نفسه بدون شو كيسز، دي برضو يعني فقدت. والانظمه طبعا بعد الكيس اللي حصلت دي بقى فيه اهتمام كبير جدا بانظمه السكيورتي. طيب الفكره بتاعت استخدامه كاداه من ادوات يعني نمذجه المعلومات، فكره البام ان هو بيعمل دايناميك سيميوليشن، يعني ان هو يقدر يدينا سيناريو لتطور المبنى في الفتره الزمنيه اللي المبنى فيها هيكون بيستعمل أثناء الكونستراكشن. طيب أنا هنا عندنا مشكلة في المشروعات المشابهة، إن كان بيجي الأونر في مرحلة معينة يقول يا جماعة لا، ده إحنا سحبنا كاش فلو كتير قوي وإحنا مش هنقدر نتابع بالفلو ده، فمحتاجين نهدي الشغل شوية. ودي كانت بتحصل كتير في المشروعات، خصوصا لما يكون الكلاينت حكومة يعني. فدي كانت هنا بتخليه هو مش قادر يوازن او يشوف المشروع الفلوس قدام الاداء، فهو بيطلب شغل كتير جدا وهو مش عنده ادراك ان الشغل ده بيقابله كاش فلو عامل قد ايه. فدي كانت نقطه من النقط اللي اتحلت بالبام، لان انا هنا عندي الكوست، عندي التايم، بقدر اجيب له السيناريو بتاع انا مثلا دلوقتي في ديسمبر، فانا اقول له احنا شهر 6 المبنى ده هيكون شكله عامل ازاي وصرف كام. فبالتالي هو لا انا شايف ان الاداء ده محتاج يزيد، فبيبتدي يحصل كوركتيف اكشن عليها، كوركتيف اكشن دي قدامها فلوس، فبالتالي يبقى هو شايف كمان الكاش بيقدر يعمل ده. طبعا في الكيس دي هو كان الكاش فلو ما كانش فيه مشكله قوي، لان هو يعني كان فاست تراك بروجكت والناس كانت فاهمه، لكن في بعض المشاريع التانيه بيدخل الكاش فلو نيجاتيف وبوزيتيف. يعني هو يقول لك انا تمويلي ليك كذا في الشهر، وانت يو هاف تو ديستريبيوت الاكتيفيتيز بما يناسب الكاش فلو بتاعي، اللي هو بقى التدفق السالب والموجب اللي احنا عارفينه في اداره المشروع. طيب انا هنا بقى بتكلم على بيوند دوكيومنتيشن، انا مش دوري ان انا بستخدم الموديل ده علشان ادوكيومنت خالص، لا. معروف ان دايما يعني احنا طبقنا ال4 دي وال5 دي، انا اشتغلت على التايم والكورس، وان انا اي مباني اثريه هي موستلي هي فاسيليتي مانجمنت في الاخر، يعني انا هدير المنشاه دي للصيانه مستقبلا كده كده، ودي حاجه هنا نوت نيجوشيبل. يعني في بعض المباني الجديده انت بتصان او لا تصان، في ناس بتتدخل وقت وقوع الضرر او لو ما يحصل مشكله يتدخل، لكن الاثار احنا هنا ما بنهزرش، احنا عندنا اوبليجيشن ان احنا لازم نصين المباني دي، حتى لو ده ما بيحصلش في المباني الاثريه الغير مستعمله، لكن في المباني المستعمله ده ضروره، وما ينفعش ان هو ما حدش بيقدر يجنور حاجه زي دي، خصوصا لما يكون مستخدم كمتحف وكان على فكره عليه فلو كبير جدا. طيب انا في الكيس دي كان في مشكله تانية بتقابل الناس، ان هي باجي انفذ ده بلاقي ان في تعارض مع بعض العناصر وبعضها. طبعا مع الريفت حتى العادي الكلام ده بيبقى شويه محلول بحاجه اسمها الكلاش ديتكشن، ان هو يقدر يقول لك خد بالك ان في تعارض ما بين الممبر ده والممبر ده، فيبتدي يكلير الديتكشن ده ويشوف الكلاش يتحل ازاي، يرفع المنسوب ده او يحرك دي، فبقى يطلع لي شوب درونج حقيقي ان انا اقدر اخده انفذ بيه. ودي كانت برضو في المباني الاثريه مش 100% بتتحقق، بالعكس ده كان بيحصل المشكله او الكلاش ونروح الناس نشوف نقف عليها كده يعني بالساعات، علشان لا دي عايزه تعمل كذا، لا ما دي هتخبط في كذا، وكان الناس بيبقوا شايلين الممبرز دي ويطلعوا يجربوا بيها. دلوقتي بنتكلم في حاجه يعني imagined حتى من قبل ما تقوم تبص في التنفيذ. كل الحاجات دي كانت جاهزه للمرحله بتاعت احنا بننفذ بالفعل، يعني كان كل السيميوليشن والحاجه دي واضحه جدا. في كمان الانفويسز، يعني معروف ان في سبورت تيم ورا فريق الكونستراكشن اسمه التكنيكال اوفيس او المكتب الفني،
ده كله كان جزء كبير يعني بيشتغلوا الانفويسز ازاي ان انا احصل كيو اس وان انا اطلع مستخلص. الاثنين خلاص هو محلولين في الكيو اس اوريدي ان هو بيطلع من الريفت دايركتلي، وكمان ان الانفويسز وايل ان انا رابط على ال5 دي او على الدايمنشن الخامس ان الكوست دي محسوبه، فانا اقدر في اي وقت في الشهر الفلاني انا عارف الانفويس بتاعتي بكام وبقدر اطبع ده واقدر ان انا على طول اقدمه للصرف. دي نحط الاول المتحف الاسلامي على يعني الاحداثيات بتاعته، الحركه بتاعت الشمس كنا وايل ان احنا اوريدي بنعيد التجربه تاني فكان لازم نبص عليها بشكل اعمق شويه. كان بيبقى ملاحظ ان في كل الكولكشن اللي على الواجهه المقابله للمديريه كان عليها شمس عاليه وان ممكن يكون في تاثير على الالوان بتاعتها. فلما جينا عملنا الاستادي دي لقينا ان احنا كل الديوريشن بتاع عدد ساعات التشغيل بتاعت المتحف هيلاقي دايما ان في اشعاع شمسي كبير جدا في الواجهه دي. فبدينا هنا نبتدي نقول لا ده هنا لازم يبقى في فلاتر تكسر الشمس دي وتخلي الضوء اللي بيدخل للقطعه الاثريه هو حاجه غير ضاره بيها، لان هو ده الغرض الاساسي علشان نقدر ان احنا نحافظ على المجموعه المتحفيه. بعد الرسم المناسيب الرئيسيه زي ما بيحصل دي كلها وسائل داتا انتري، ادي الشبابيك اللي اتعمل عليها كذا لاير، دي اللاير اللي بره وطبعا اتعملت يعني من الحديد وبعديها ازاز اللي هو ضد الصدمات، وبعد كده اتحطت لاير من القماش واحده ورا الثانيه مع شبك من الظهر علشان تسرب الاشعه دي يبقى متحكم فيه. كل الخطوات زي ما احنا بننفذ دخلت للموديل، يعني احنا عارفين كلنا الناس بتاعه التنفيذ ان احنا اعمال الاسقف بنبتدي نشتغل فيها، بعد ما بنخلص اعمال الاسقف بنبتدي ننزل. يعني الترميم بيشتغل بطريقتين، بيشتغل انشائي من تحت لفوق لازم ادعم الاجزاء اللي تحت اللي فيها ضرر وابتدي اطلع فوق بالتدعيم، وبعد كده لما باجي اشتغل ترميم معماري بشتغل بالعكس. فاحنا كان الفريقين بيشتغلوا لغايه مرحله الانشائي ما كانش فيه مشاكل كتير، ما حصلش ضرر انشائي على المبنى لانه كان مدعم كويس جدا في 2010 قبل التفجير يعني، ومتعلق على فريمز حديد وكان يعني في مجهود كبير جدا من الفريق اللي قبلينا. جينا في المعماري خلاص هنشتغل بالطريقه دي، فبدينا نقعد لاير ورا لاير يعني بخبره تنفيذ اكبر ما هي حد بيعرف يعمل موديل. ممكن يكون حد موديلر كويس جدا وبيعرف يعمل موديل لكن هو مش عنده فكره تنفيذ ان هو ايه اللي بيتنفذ قبل ايه، ودي مرحله مهمه جدا لازم اي حد بيكون بيستعمل الحاجه دي باغراض بحثيه لازم يكون فاهم ان انا مش يعني كباحث مش كفايه عندي ان انا اقدر اعمل الموديل ونمزج المعلومات زي ما بيقولوا، لكن لازم كمان اكون عندي الفكر او السيكونس اللي المفروض ان احنا نمشي بيه. بدينا نحط الحاجه ورا بعض، احنا شايفين الصور الموجوده هي من فوق بتبتدي من الشمال، ابتدي بقى يعني لاير اتحطت لاير الارضيات، بعد كده واضح ان الشبابيك اتضافت، بعديها بشويه الكمر الفايبر في السقف، بعد كده الشو كيسز اللي هي المراحل اللي احنا بدينا نحطها او نغذي بيها الموديل ونقول لا لا انا هنا هعمل دي الاول، لا دي هعملها، طب الكمر الفايبر اللي فوق ده عيره ده مش هينتج عنه ديتيريوريشن، طب خلينا نركبه في الاخر علشان نعلق عليه الاضاءه مره واحده، معروف ان الاضاءه دي مرحله بتبقى كلنا بنخاف ان هي تركب بدري فنبتدي نحطها في ميعادها المظبوط اللي ينفع تدخل فيه لغايه ما اكتملت الصوره هنا. طيب جت هنا اللينكات اللي حصلت ما بين ال 4D وال 5D وكمان الموديل نفسه، خلاص هنا هو بقى لو احنا شايفين في الصوره هو عنده ديريشن، عنده اكتيفيتي الاول وبعد كده عنده ديريشن وعنده شهور ويعني كوست ديستريبيوشن. بقت انا لو انا جيت بالمؤشر عند اي شهر من دول انا هشوف المبنى بتاعي هيبقى شكله عامل ازاي، بعد ما احرك السهم انا مدخله مثلا يناير هيكون الحيطان خدت بري لاير او خدت مثلا بلاستر، فجه في يناير انا دلوقتي انا على الطوب على المباني، لما جيت حركت يناير لقيت خلاص البلاستر دخل معايا في الموديل
ليه؟ علشان انا مديله المعلومه دي وانا حاطط التايم سكادول لما جينا عملنا الميرج ما بين الاثنين. دايناميك سيميوليشن ده هو بيساعد زي ما احنا قلنا انه يعرف السيناريوهات المختلفه اللي هتحصل في التنفيذ، ايه اللي هيخلص امتى، بلس الكوست، انا هصرف ايه على المبنى علشان يبقى في شهر مايو بالحاله دي. لا طب انا هقدر اعمل ده، طب انا عايزه اسرع عن ده، بقت خلاص المشاكل اللي احنا هنشوفها هي بريدكتيف قبل ما تحصل بالفعل. ودي كانت فعلا معظم المشاكل اللي بتحصل اثناء الترميم، هي يا اما اوفر بادجت، يا اما مفيش تمويل، يا اما عندنا الفلوس بس مفيش بلان كافيه تخلينا نصرف الفلوس دي، فكانت بتيجي علينا حاجه اسمها يعني نهايه السنه الماليه، فنرجع الفلوس اللي معانا فيقول لك انت ما يعني ما اشتغلتش بيها يبقى انت مش محتاجها. فكان دي سيناريوهات متطوره من يعني عشرات السنين كانت بتحصل في الطبيعه دي من المباني. فالنهارده لا، ده انت حاسب الحاجه والكلام ده موجود، ما بقولش ان هو كتجربه ملوش ليميتيشن، لا طبعا في ليميتيشن ليه في التطبيق، وهي بالنسبه لي انا كحد مثلا حجم الفايلات المهول اللي بيبقى عليه الموديل بيخلينا نعمل سمبليكيشن يعني سمبليفاي لبعض الايتمز بشكل كبير علشان نقدر ان احنا نستوعب الحجم بتاع الفايل ده ان الاجهزه بتاعتنا تقدر تشغله، لان غير كده انت عايز بقى ورك ستيشنز عملاقه باجهزه يعني بارقام فلكيه، مش كل الناس هتقدر تافورد حاجه زي كده عشان اعرف ادخل تفاصيل التفاصيل للموديل. فدي مثلا من الليميتيشن بتاعت البام اللي هي محتاجين ان هي يعني تتحل. ادي السيميوليشن بتاعت المبنى بالتواريخ بالسكيدول بتاعته بالاكتيفيتيز وايه المين وايه اللي تحتيه والبريك داون، زي ما بنكون احنا بنعمل برنامج زمني على البريمافيرا، وفي نفس الوقت عندنا موديل ده كل المعلومات مقريه مع بعض. يعني لو احنا بنتكلم على حيطه واحده فانا عندي طبقاتها كل ده موديلد، وعندي التايم بتاعها، وعندي هتبدأ امتى وهتخلص امتى وهتكلفني كام، واسكان كمان عندها ارتباط بأي اكتيفيتي ثانيه. بالاضافه هي شخصيا ليها حاجتين، ليها ليفل اوف ديتيل وليها ليفل اوف ديفلوبمنت، ان ممكن الديتيل بقول بقى التفاصيل بدخل ده الحيطه دي مدهونه يوتن، وياتن ده ديجري رقم كذا ومتوفر في كذا، وهو السيريال نمبر بتاعت الار جي بي بتاعته كذا، متكون يعني من الالوان نسبها مع بعض عامله ازاي، وكل المعلومات بتاعت التصنيع. وكمان ممكن ادخل المعلومات الاضافيه ان هو تو بي ريفيزيتد امتى، ان انا محتاج ارجع اعيد على الدهان ده او اعمل له ريبير بعد قد ايه. لما بنيجي ندخل كل المعلومات دي كمان بعد شويه بيبقى عندي حاجه اسمها Preventive Conservation Plan، اللي هي الخطط بتاع الصيانه الوقائيه، ان انت بعد ايه اعمل ايه عشان المبنى ما يتدهورش. ودي برضو احد الاوجه الهامه جدا في المباني الاثريه. طيب باجي كمان على يعني Level of Development، ان انا في تطوير، ان انا هنا بحط اللايرز كلها ولا باجي ادي ده هي خلاص فجأة تلاقي حيطة مباني فجأة تلاقي دهانات، لا ما في مراحل، في مراحل تطوير في النص سواء للمبنى أو للعنصر، بتبتدي هي كمان تدخل معايا في الحسبة. كل ده بيفرق في مستوى المعلومات اللي بتدخل للموديل عشان أقدر أقول إن أنا عندي ال او دي 300 ولا 400 ولا 500، كلها مستويات من التفاصيل والتطوير اللي بتدخل على العنصر علشان يبقى قد إيه هو يحاكي الواقع، يبقى كأن أنا عندي نمذجة متكاملة للواقع. دي نماذج من الكلاش ديتكشن اللي بتطلع من البوست، يعني رافت والنافيس وورك الاثنين عندهم نفس القصة. احنا كان عندنا الكامر الفايبر واحنا بنرفعه فلقيناه بيكلش مع البيبان مع ارتفاع الفظيع بتاع المبنى، يمكن الكلام ده كان مفترض بالشوب درومينج، بدينا لما جينا ندخله في الموديل لقينا فعلا ان في حاجات كتير عامله كلاش، بدينا نفري ونعالج الكلاشز دي علشان نقدر في الاخر ان احنا نطلع شوب دروينج انا خلاص مش محتاجه ابص تاني عليه، انا بروح اوديه للتصنيع. دايما كان في مرحله بتحصل في الاثار حاجه اسمها المطابقه، الناس بتفترض شوب دروينج ننزل نراجعه على الواقع نلاقي ان هو ثلاث ارباعه بس اللي ينفع يتنفس، والربع لا ده لازم ده يتعالج وده يتعالج، خلاص انا بقى احلها على ابوه
والناس اللي شغاله في المجال عارفه طبعا الكلمه دي يعني ايه، بس دي كانت بتحصل كتير. هو خلاص احنا يعني ما بقيناش قوي محتاجين ده، لان احنا لاقيين طول بدات تساعدنا ان احنا نعمل ادي الكيس بتاعت بيفور اند افتر، يعني الصور الواضحه طبعا اثناء حتى باين فيها المجموعات الاثريه وهي على الارض المدمره، وادي الصور اللي هي بعد ما خلصنا المشروع في فتره قليله جدا، اعتقد هو المشروع كله خلص في 11 شهر، كان بالكامل المبنى ريستورد، ونقدر بشكل بسيط جدا زي اي باحث علمي ان انا اقدر اقارن نتائج. انا النهارده عندي السقف ده انا عملته قبل كده في الترميم اللي فات، وانا عملته المره دي بشكل يعني مختلف وبإدارة مختلفة لمجموعة البرامج اللي دخلت مع بعض عبر النافيس وورك، وطلعت لي موديل، الموديل ده عليه كل المعلومات، وبقينا عندنا لا ده هنا هتكلش في ده، لا ده هنا هنبقى صرفنا قد كذا، ده هنا هيبقى عندي مشكلة في الحتة دي. يبتدي جزء ورا جزء يعني بتبقى القصة مدروسة بشكل كبير جدا، وتقدر تخلينا في الظروف الحرجة اللي واجهتنا في الكيس بتاعت المتحف الإسلامي إن احنا نريستور المجموعة بشكل كبير. كل العناصر دي يعني achieved بالفعل، اللي هي كانت يعني قدرت توصلنا، كان أهمها حتة الكوست ايفالويشن اللي هي كانت بتقابلنا فيها مشكله في كل مره، والسكادولينج طبعا اللي انا اقدر اطلع كمان يعني اكتيفيتيز وريسورسز بتبقى متعرفه، وان انا اقدر اطلع شورت ليست زي التو دو ليست او يعني وين تو دو وات، الحاجات السيمبل اللي بنديها للفريق الصغير اللي مش محتاج يشوف البرنامج العملاق اللي كنا بنطلعه. معظم المشاكل بتاعتنا في المشروعات الكبيره ان احنا بنطلع حاجات معقده مش اي حد ينفع يقراها، فبالتالي انت بتيجي تدي رئيس العمال برنامج زمني مش فاهم في حاجه، فهو عايز الشورت ليست بتاع فلان هيعمل كذا يوم كذا، يعني الديستريبيوشن بتاع الريبورتنج والكلام ده طبعا كان ادفانسد جدا في الطريقه دي علشان نقدر نعمل بيه حاجه. طيب ايه اللي احنا وصلنا له لما جينا نقارن النتائج مع بعض؟ نرجع تاني للاكسبيرمنت اللي تمت، خلاص احنا بنينا الموديل، عملنا الحاجه، معايا الحاله للمشروع القديم ومعايا الحاله بعد اعاده المشروع بالطريقه دي، وجينا يعني قارنا النتائج بتاعت الاثنين، لقينا ان البام طبعا كان افيشنت اكتر لان هو اتعمل فيه موديل لكل الحاجه قبل الكلاش ديتكشن اللي حصلت وخلتنا نكلير الكلاشز قبل ما ننفذ، يعني وفرت وقت وجهد فظيع. الفكره بتاع التخيل ان انا بقول للناس سيناريو للسنه الجايه، انا قعدت سنه تقريبا 11 شهر، فاحنا كل شهر بنقول احنا الشهر الجاي هنحتاج كذا واللي بعده كذا واللي بعده كذا، وعارف معلومه دي من اول يوم، فهي كان يعني مانج هيز ريسورسز علشان يقدر يوفر الفلوس دي في وقت. كمان ان هو قدر يعني يحدد الفاسيلتي مانجمنت اكسبكتيشن بعد كده، هو ده مبنى متحف وطبيعي انه هيتدخل عليه، فلما انا بدخل له البروفايدر ده والمكنه دي محتاجه صيانه بعد قد ايه، محتاجه قطع غيار امتى، محتاجه تشيك امتى، دي حاجه مهمه جدا. في كمان كان في الريسيرش بتاعت البام يعني حاجه اسمها الاكسيدنت بريفنشن اللي هو التنبؤ بالحوادث، انه يقدر يشوف ايه المشاكل اللي بتحصل، بس كانت دي بتبقى يعني ما زالت طور على حد علمي يعني ما زالت طور التطوير البحثي، وكانت بتعتمد على حاجه اسمها السايبر فيزيكال. السايبر فيزيكال هي دي حساسات بتتعلق في الموقع، هي ريسبونسيف جدا وليها اتصال مباشر بالبيم موديل اللي هو بتاع المبنى نفسه. يوم ما بيقرا قرايه هو عنده يعني معلومات معينه، يوم ما بيكون عنده معلومه تقول مثلا دايما دايما درجات الحراره ما ينفعش تعدي 20 تمام؟ عشان دي الظروف اللي بتعرض فيها بعض القطع الاثريه. يوم ما يلاقي ان الحراره عليت عن رقم معين او الرطوبه عليت عن حاجه، يبتدي يبعت إشارة للموديل اللي هو interactive، يبتدي يدرس تأثيرات الكلام ده، أحيانا بيقرأ status ويبعت بيها للي متدخل له البيانات لما يحصل مشكلة في ده، contact فلان بالإيميل أو ابعت له
يعني انذار، زي انذارات السرقه اللي بتتم في الشقق او في الفيلل، يوم ما حد بيبريك السيستم بتاعها بتروح متصله بالبوليس ومتصله بصاحب المكان على طول. فبيحصل كمان الكلام ده في الموديل، ان هو يقدر يريسبوند ويقدر يكلم الجهات يقول ان انا عندي مشكله في الحته دي. ده احد يعني العناصر، لان هو مربوط ببي ام اس بتاع المبنى او البيلدنج مانجمنت سيستم. في بقى نوع تاني اكثر تقدما، ان هو يعني ات كان تيك ان اكشن، اللي انا مثلا شفت الهيت اوفر هيت مثلا، اقدر اشغل الحريق، انا اقدر اعمل ده، ما بيبقاش محتاج التدخل المانيوال ما بين الاثنين، بس طبعا على حسب الداتا اللي داخلاله. ودي حاجه مش فور جرانتد، يعني بتبقى متصممه المباني لو هي كلها معروضه جوه شو كيس، ده كيس ده حاجه، لو الاوبجكت قصدي يعني. ولكن الاوبجكت لو في اوبجكت معروضه بره، فدي ممكن ما تكونش تقدر تعمل اطفاء بالميه مثلا عليها، الماتيريال بتاعتها ممكن تتاثر، فلا يبقى هنا انا محتاج قرار بشري بالاضافه للقرارات دي. فبالتالي الانتجريشن بقى ما بين البيم والسايبر فيزيكال، this is another aspect of research، وده من الحاجات اللي فيها يعني افاق مستقبليه هتبقى، اعتقد في وجهه نظري هتبقى واعده بشكل كبير يعني. الكونكلوجن بتاع القصه دي، احنا كنا في الاول خالص قلنا ان كان في فرضيه ان احنا ممكن نوصل لباتر مانجمنت سيستم لما بنستخدم البيلدنج انفورميشن موديل. احنا بالارقام بقى يعني، لما جينا نشوف الارقام ما بين الاثنين، مواعيد التنفيذ، العدد اللواح اللي بيطلع، زمن المراجعات، في بقى انديكيتورز كتير ينفع يتقاس منها. ما هو احنا معماريين، لكن في الاخر عشان اقدر اقول ان انا عندي حاجه احسن من حاجه، هي مش باراء الناس بس، يعني احنا مش بنطرح كويستشنير عام وخلاص، لا، في ميجرز. طالما ان الحاجه ليها ميجرز ينفع تتقاس منها، فاحنا لازم نقيس. فبنقيس ده وبعدين نقارن النتائج، وعرفنا فعلا ان في تحسن شديد في الاوقات، وتحسن كمان في كوست بعض البنود بشكل كبير، اللي هي كلها حصل لها كليرنس للديتكشن اوف كلاشز اللي ظهرت معايا. كمان هي الطريقه بتاعت ان انا اجيب حد يعمل انفويسز، وحد يعمل كاش فلو، وحد يعمل مقايسات، وحد يعمل موديل، وحد يعمل بريمافيرا تايم سكيدول، كل دول مع بعض حقيقه يعني باكجز منفصله، وما بينفعش ان احنا نبص لهم بصه واحده الا بالنافيس ورك، ان انا ربطت كل المعلومات دي مع بعض وبقيت اقدر اشوف كل ده في وقت واحد. فبالتالي زي الكوريليشن، يعني زي في البحث العلمي في علاقه اسمها الكوريليشن، ان انا بشوف كل ايتم لوحدها، يوم ما اجي اعمل لهم كوريليشن يقول لك ده خد بالك، ده كل ما بترتفع درجه الحراره كل ما الخشب ده بيتاثر في المكان ده، كل ما بيحصل تدهور للوجهات. فبالتالي بقيت انا قادر اربط العلاقه دي بدي عن طريق حاجه، فهي بالتالي الميجرز دي هي اللي انا هنا، من غير ده ما اقدرش اقول ان انا وصلت لحاجه، لا، انا لازم دايما يكون عندي ارقام بتتربط مع بعض عشان اقدر اقول ان انا حسنت ده. يبقى انا هنا بقول يعني كمان في الفكره بتاعت البحث العلمي، علشان انا يبقى عندي بوينت محدده قوي انا بدرس حاجه والتاثير بتاعها على الحاجه الثانيه. فهنا كان انا بقول ان البام ده هو التول، تمام، اللي بيدخل على الحاجه اللي هي ترميم المبنى باستخدام التول دي، اللي هو هيوصلنا لنتيجه افضل. فبالتالي بقت النتيجه اللي طلعت ان هو فعلا ان المؤشرات دي والوقت والتكلفه بقوا افضل. طيب بالمؤثر بقى الفاريبل الاساسي عندي اللي انا عايز اوصل له، هو مش البام اللي انا عايز اوصل له واحققه، هو البيتر مانجمنت، بيتر كوست اند تايم، واللي كانت التول بتاعتي او الميثود اللي انا اخترتها اخترت البم. فبالتالي هي هنا الفكره بتاعتها كل الناس ما زالت في مصر، يعني حتى الجهات اللي بتتبنى الشغل بيه هي بتتعامل معاه كانه رافد فول، لكن هو ات جوز بياند الكلام ده. حتى في البحث العلمي هو بقى احد العناصر، السيميوليشن ابروتش اللي بيحاكي بيها اداء المباني علشان يقدر يوصل للنتيجه. زي ما النهارده محدش بيشتغل بيئيا على مكان الا لما بيكون بيشتغل ديزاين بيلدر او بيشتغل انسس، لكن النهارده اللي يجي يشتغل مانجمنت بتلاقي بيروح للبريمافيرا، لا، ما هو في
it goes beyond Primavera برضه، ودي حاجة to be considered إن إحنا نقدر نستخدمها ك يعني أداة وسيطة. شكرا ليكم، يعني أنا أتمنى ما أكونش طولت عليكم، ولو في أي أسئلة طبعا يعني أحب أستقبلها. شكرا. جزاكم الله كل خير يا دكتورة، يعني ما شاء الله بحث شيق جدا واستفدنا معلومات كتير جدا. أتمنى أي حد عنده بس سؤال يعمل راس هاند لو في أي حد عنده أسئلة. دكتورة شيماء اتفضلي. السلام عليكم، عليكم السلام. ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا دكتور والله شيماء، يعني اهلا بيك. انا اشكرك على المحاضره الجميله دي جدا، استمتعت وانبهرت بصراحه بالعمل الرائع دوت. هو تمام. مش مجرد اسئله قد ما انا انبهرت فعلا بالشغل والداتا اللي حضرتك قدمتيها، حاجه يعني ما شاء الله جميله جدا. ميرسي قوي ليكي جدا، والمحاضره فعلا جميله. تمام يعني دكتور، دي حاجة أي تسعدني أسئلة؟ طبعا عليك بصراحة، ماشي حضرتك جزاكم الله وفيتي خير. كل حاجة. أهلا بيكي، ربنا يكرمك، ربنا يخليك يا دكتور. باشمهندس محمد، باشمهندس محمد صبحي اتفضل. طيب في حد عنده أي أسئلة؟ باشمهندس ألو عاطف ألو اتفضل. ألو، أيوة يا فندم. اتفضل. بالنسبة حضرتك لل3D ريزرز كان، كنت عايز اعرف بس هو بالنسبه له بيقدر فعلا ان هو بالنسبه له يرفع كل العناصر اللي موجوده في المبنى، يعني حتى لو كانت حاجات مخفيه حاجات مش ظاهره. فهمت قصد حضرتك. يعني انا احب اقول لك ان الليزر سكان ده بيشوف زي ما عينينا بتشوف. يعني انا هنا واقفه وقدامي مثلا مبنى ومستخبي وراه جزء من المبنى، السكانر هتشوف بالظبط زي ما عينك شايفه، فبالتالي هيسكان ده. طب انا بعمل ايه علشان اقدر اشوف اللي انا مش شايفه؟ لازم اغير البوزيشن بتاعت السكانر. فبالتالي مثلا لما كنا شغالين على قصر البارون، انا عشان اسكان الواجهه الواحده انا كنت محتاجه اقعد في 4 بوزيشن من على جراوند فلور ليفل، وانصب سقالات للمستوى الاعلى، عشان هو لو حد فاكر قصر البارون فهو عنده فرونتورات كده طالعه لبره ووراها تماثيل صغيره فوق، يعني مش على مستوى النظر. فبالتالي هي السكانر هي فكرتها ان لازم يكون عندها بوزيشن بتحط كوردينتس معينه في اماكن، بتبتدي تدي معلوميه لمكان وقفه الجهاز فين، في بوزيشن 1 و2 و3 و4، هو مربوط على الجي بي اس فهو شايفك وانت بتتحرك، وبيقدر يربط الكوردينتس كلها ببعض، وبعدين بيركب الاحداثيات ويطلع لك المسحه او الاسكان اللي انت عملته من كل الاتجاهات. ما يطلعش عاده المبنى من وان سكان ابدا ولا بوزيشن واحده. يعني ده لو فاري بقى سامبل بيس، وهي زي ما انت عندك اوبجكت، لو عندك حتى اوبجكت بسيط مش مبنى يعني، وانت واقف قدامه، فانت علشان تجيبه من كل الاتجاهات انت محتاج تلف حواليه. فيا اما بتلف ستيريو يعني مرتين جنب بعض عشان تعرف تجيب ده، يا اما بتلف باندل، وده الاكثر شيوعا طبعا. ده كمان اللي بيحصل في المبنى بالظبط، ان المبنى بيبقى فيه حاجات بلايند، احنا مش شايفين الحاجه المستخبيه ورا حاجه، لازم نغير البوزيشن بتاعت الجهاز وتتعمل ده. وبنعمل حاجتين، بنعمل حاجه جلوبال بنمسح بيها المبنى، وبعدين بقى عندي زخارف او عندي تفاصيل في الحته دي يبقى لازم اقرب لها واعمل لها ديتيلز، وبتتعمل لها موديلنج لوحدها وترجع تركب على الموديل الاصلي تاني. لان هي زي ما قلت لك من ضمن الليميتيشن سواء بتاع ال 3 دي ليزر سكان فايلز، سواء البوينت كلاود او دلوقتي الجيل الجديد اللي بيطلع ريفت على طول، او البام فايلز اللي هي الاحجام المهوله للملفات. دي نقطه يعني هي مش كومباتبل على الاجهزه العاديه بتاعتنا من ناحيه، ومن الناحيه الثانيه عشان نعرف احنا نشتغل عليها سواء البحث العلمي او شغلنا البروفيشنال، بتبقى دايما عندنا بنعمل سمبليفيكيشن لتفاصيل كتير جدا. ما اقدرش ادخل كل الاوبجكتس دي، حتى لما باجي ادخل الاوبجكت اللي قدامك في الصوره دي بدخلها موك اب، بدخل حاجه كتله، لكن عشان اعمل الدراع والايد بتاعت الانفرات اللي قدامك دي لا طبعا. This is another story خالص. اتمنى اكون رديت عليك. تمام يا دكتورة. دكتورة أيام بتقول لحضرتك جزاكم الله كل خير، المحاضرة قيمة، محاضرة روعة ومعلومات قيمة. ومهندسة حسناء بتقول لك جزاكم الله خيرا، دكتورة مطلقة دائما. ومعانا باشمهندسة أمينة، اتفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لكم على ما قدمتم معلومات قيمة. شكرا لك يا أستاذة، شكرا لك دكتورة على ما قدمت من معلومات. لدي سؤال. شكرا لك. يعني أريد أخذ رأيك فيه. حسب معلوماتك، ما هي الفوائد، فوائد استخدام البيم في المجال الحضري urbanism or urbanism project؟ شكرا. يعني سؤال قوي جدا حقيقة. يعني زي ما قلت لك، احنا النهاردة بتبقى عندنا شوية limitation، وانا بشتغل على مبنى واحد. المشكلة بقى في البيم لما بتيشالي عليه urban wise، طبعا urban يعني خارجي ومجموعة مباني وساحات ما بين المباني، احنا بنتكلم في حجم كبير قوي للفايل، يمكن محتاج يعمل ده. بس الاهم من ده كله، انا بدخل الurban للريفت او بدخله كموديل بيم ليه؟ هل بدرس عليه كوست، ولا بدرس عليه تايم، ولا بدرس عليه سستينابيليتي، ولا بدرس عليه فاسيليتي مانجمنت؟ ما اعتقدش ان الاربن ستادز بتحتاج قوي الاربعه دول ان هم يبقوا مدمجين. بعملهم، لكن بعملهم سيبريت احيانا. عشان اعملهم از بام، لازم الاول اسال نفسي حاجه، انا عايز اوصل لايه علشان استخدم اي تول تكون مناسبه. لان ممكن تكون انا بعمل تول بتاخد من مجهودي، وفي الاخر هي ممكن تخلص بطريقه اسهل من ده. فعشان اقدر ارد عليكي بشكل كامل، انت عايزه تعملي ده ليه؟ هل النتيجه بتاعتك او انت بتدرسي ايه في الاخر؟ بدرس كوست، ولا بدرس ديزاين، ولا بدرس ايه؟ هي دي المحدد. وان كنت شايفه ان في الاربن ممكن يكون مش شائع استخدامه علشان السؤال ده، علشان هو انا هعمل ايه تحديدا؟ For collaboration between actor. Between artwork. Collaboration between actor. يعني الفاعلين في المدينة. يعني طب هنا البيم هيبقى دوره ايه؟ يعني هو هيستخدم كأداة لجمع معلومات مثلا، ان احنا نعمل موديل للبيئة دي، ولا هو اللي هيحقق تفاعل ما مع الناس؟ يعني هي يعني التنسيق بين المجموع المتدخلين في المدينه، architect and civil engineer. وهو برضو ده اللي كنت بتكلم عليه، يمكن هو يعمل coordination كويس طبيعي، علشان انا بموضل كل حاجه عليه. لكن هو اللي هيقدر يوصل لك النتيجه بتاعته، انه مش هيعمل collaboration، هو هيعمل clearance للاكتيفيتيز ما بينها وما بين بعض. لكن الكولابوريشن اللي انت بتقوليه ده اتس ديزاين ماتر، فممكن يبقى جزء من الميثودولوجي. لان احنا كنا يعني اكيد عارفين ان الميثودولوجي دي هي مجموعه ميثودز مع بعض. معظم الابحاث المركبه بتبقى كومبايند ستراتيجي اوف يعني ميثودز فيها اكتر من حاجه. يمكن البام يعمل كونتريبيوشن لده، بس هتبقى عندك زي ما قلت لك الليميتيشن بتاعك. فنعمل كولابوريشن وكومبوزيت دروينج لأربن وما بين اكتر من اكتيفيتي، فاحنا بنتكلم على حاجه عملاقه. هتلاقي نفسك بتعملي سمبليفيكيشن لحاجات كتير عشان تعرفي تتعاملي على الفايل. ينفع، لكن هل هو هيحقق النتيجه اللي هتجيب لك البحث ده؟ تو بي ريكونسيدرد اعتقد، لان هو مش هينفع لوحده في وجهه نظري يعني. شكرا لك يا استاذه، شكرا على الاجابه، جزاك الله خير. جزاكم الله خير. باشمهندس احمد، باشمهندس احمد، هو باشمهندس احمد بعت سؤال مكتوب. في توجه ضخم نحو تحويل شغل هذه البرامج لسير مبنى على ذكاء صناعي، وفي النسخه الاخيره من ريفت 2021 شفنا لمحه من هذه العمليه بعمليه التصميم اللي هي جنريتيف ديزاين. كيف راح تتأقلم الهندسه مع عمليه الاتمته هذه؟ يعني انا معلوماتي عن الموضوع في موضوع الاتمته دي، اللي هو الانتجريشن اللي كنا بنتكلم عليه مع السايبر فيزيكال، ان هو المبنى اوريدي اوتوميتد، بيدار اي مبنى يعني اوتوميت، بيبقى فيه بي ام اس او بيلدينج مانجمنت سيستم. هو مجموعه شاشات مراقبه بتاخد من كل الانظمه الموجوده، بتقرا حاجتين، بتقرا ستيتس وسكانت بتاخد اكشن ولا لا. فبتعمل ده، وبعدين لو هي بتاخد اكشن على المبنى، فبالتالي بتبقى خلاص هي ليها كنترول عليه. البام لما بيدخل كموديل، هو كمان الموديل بيدخل على البي ام اس، وبيقدر
يحرك الـ يعني البي ام اس عن طريق البرمجه اللي انت بتبرمجها له. لو انت مبرمجه ان هو لما يحصل الستيتس دي الاكشن اللي انت تاخدها تقدر تبعت للبي ام اس، وايل ان هو كمان بيدار بسوفت وير معين، بقدر اقول له خد الاكشن دي في الوقت الفلاني. على سبيل المثال في المتاحف مثلا احنا بندخل ساعات التشغيل من 9 ل 4، بنيجي نقول له الساعه 4 يعني اطفي النور، افصل التكييف، اقفل البيبان، ويبقى مفيش دخول، حتى بيلغي تفعيل الدخول بالكروت للأمنة نفسهم بتوع المتاحف والحاجات دي. فده احد الحاجات اللي بيعملها. هو بقى بيكون كمان بيتكلم على الارتفيشال انتليجنس، او ان هو خلاص هيبقى بعد تاني. يمكن هي زي ما قلت لك هو في افاق بحثيه كتير دخلت في المجال ده، ما بتبقاش تقدر تقول ان هي هتنفع او مش تنفع غير لما تدخل التجريب. يعني هنا احنا برضو دي ايه early stage of experiment، يعني هي نفعت في الكيس دي وفي الحالة دي، واتوقع ان هي هتنفع في حاجات تانية كتير، وخصوصا في مجال الاثار، لان ده بيعتمد على الفاسيلتي مانجمنت، ونص الفاسيلتي مانجمنت هي ان انت تكون اصلا عندك البري بلان او الكوركتيف اكشن اللي هتحصل بعد ما يحصل حدث. يعني انت عارف تعمل ايه بدون ما يحصل مشكله، وعايز تعمل ايه لو حصل مشكله. ودي نقطه بتبقى نقطه جوهريه ومهمه جدا. التخيل بتاع الذكاء الاصطناعي هو لازم يعني يبقى فيه حاجه واضحه قوي عشان تتجرب، ولما تتجرب ساعتها نقدر نقول ان هو يعني it worth it ولا لا. طيب سؤال من دكتور احمد نبادي، تقريبا وقت بناء الموديل وتجهيزه اخذ وقت قد ايه؟ وهل اتخاذ القرار ان يتم العمل بالبيم كان فيه معوقات؟ كان فيه معوقات اكتر مما تخيل. لدرجه ان احنا كنا بنشتغل separately، يعني اللي احنا بنقدمه للكلاينت احيانا بيبقى بالباكج العاديه، واحنا شغالين من ناحيه ثانيه. خد بقى اي فكره جديده في اولها ومع ناس هي كلاسيكيه، يعني ده اصلا لما دخل شغل الكمبيوتر في المباني الاثريه وفي الكلام ده كان عاجل علمي، يعني كان في لغايه فتره كانوا مصممين على دفاتر الحصر اللي هي الورقيه دي، حتى مش الحصر الكمبيوتر يعني. والموديل بالنسبه له هو لا مش عايز يشتغل ده. احنا عشان زي ما قلت لك هي كانت العمليه بحثيه بالاضافه ان احنا شغل، ما هو ده اللي بتلاقي الاكاديمي اللي بيشتغل يمارس المهنه فهو بيحاول يتناول الموضوع بشكل مختلف. فاه في ليميتيشن، في على فكره ابحاث كتير جدا جدا معموله على الاويرنس بتاعه الستيك هولدر للبم والالاستيستي بتاعتهم في التفكير عشان يرضوا يدخلوا هذه التقنيه، لدرجه ان انجلترا مثلا كلها بالكامل المكاتب الاستشاريه دلوقتي شغاله بم. مصر اعتقد ان انا ما تعاملتش غير مع 3 هيئات او 4 هيئات بس هم اللي بيطلبوا البيم اصلا في التعاقد بتاعهم، وكلهم على فكره برايفت انتيتيز، مش حاجه عاديه. بالنسبه للجزء الاولاني من السؤال بتاع وقت بناء الموديل كان قد ايه، الموديل كل الفتره بتاعتها ما كانتش فتره قصيره، يعني هي اخذت عشان يبقى كومبليت موديل يعني اخذ 2 3 شهور. وكان طبعا بيحصل بعد الكلاش ديتكشن دي ما اتحلتش في غير يعني واحده ورا واحده، يعني عشان نقدر نقول ان هو كان يعني وصل لمرحلته النهائيه. يعني كان في فتره اوريدي كان البروجكت ابتدى فيها. تمام دكتور. في سؤال بيقول لو احنا عندنا الموديل البيم اتعمل خلاص، هل ممكن نستفاد منه ان احنا نعمل نماذج صغيره من المكان؟ زي مثلا لو احنا عندنا مثلا قصر البارون ممكن نعمل منه نموذج صغير من خلال البرنتر 3 دي، او ممكن نستفاد من الموديل دوت ان احنا ندخل معلومات تاريخيه للحاجات اتبنت فين تبقى برامج. الموديل ده مفيد في حاجتين، اللي انت ممكن تعمل ووك ثرو، لان احنا خلاص عملنا موديل لكل حاجه، المبنى والاثار وكل ده انت تقدر تعمله دلوقتي. طبعا بعد موضوع الكوفيد ده بقى في زيارات للمتاحف الافتراضيه علشان الناس اللي هي عايزه خلاص ما بتقدرش تتحرك او ما فيش سفر اليومين دول، فبداوا يعملوا زيارات يعني خلاص تقدر تدخل تزور فيرتشوالي يعني. فده طبعا يقدر يفيد في الكلام ده بشكل كبير جدا، ان انت عندك جمهورين، جمهور عايز يجي لك بس حاليا مش قادر، وجمهور هو مش هيجي لك، فانت تقدر تعمل له اي تاكت ويدخل افتراضيا يتفرج على اللي عندك. هتستفيد حاجتين، انت الجمهور اللي ما كنتش انت مستفيد منه حاجه خالص هو بقى يجي حتى لو افتراضي، بقى يفيدك ماديا يعني، وفي نفس الوقت انه ممكن يكون مش متخيل اللي انت عندك الكنوز دي، فلما يشوفها هو يبقى متحمس انه يجي.
فده جزء من الموضوع. الجزء التاني واحنا بنعمل 3 دي ليزر سكان لقصر البارون كانت اصلا دي فرضيتنا، كان في ميسنج بيسز يعني مطلوب انها قد تتكمل في الحاجات المفقوده، لان احنا عارفين الاستكمالات في المباني الاثريه تبقى في المينيمم ولما بيكون في ضروره قويه جدا، فكان في جزء من السور مفقود وكان لازم يتكمل علشان قوام السور يبقى مظبوط. كانت الفكره بتاعتنا ان احنا بنسكان ده واحنا عارفين ان احنا لما بنيجي نعمل الموديل بتاعه فاحنا نقدر نعمل الموديل ونعمل مقلوب الموديل، لان الغرض على فكره في الكلام ده هي الفارما نفسها، احنا مش بنبرنت العناصر اللي احنا هنستكملها، احنا بنعمل برنت للفارما اللي احنا هنكمل عليها بالماتيريال بتاعي. بمعنى ان انا صبيت القالب او انا عملت برنت 3 دي برنتنج للقالب او عملته سي ان سي، حتى لو انا جبت الموديل وعملته سي ان سي عشان اصب عليه الجزء الناقص واركبه، لان هنا المشكله في ايه؟ 3 دي برينترز حجمها صغير فهتطلع لك مقاسات سكيل مش هو اللي عايزه. طب لو انا عملت جزأتها وطلعت قطع، فالقطع دي هتتجمع هتبقى هي القطعه، بقت عندك عراميس او عندك فواصل تجمعها بشكل من الاشكال، فبيبقى الاحسن ان انت تجمع الفارما وتبتدي تعالج الفارما نفسها وتبتدي تصب عليها. وخصوصا مثلا الفورم بتاعت قصر بارون دي كانت فورم خرسانه على فكره ومسلحه بحديد رفيع جدا، ال 3 دي برينتر ما تطبعش خرسانه، هي بتطبع من مواد يعني ليها صفات معينه وتسهلت التشكيل، مش من ضمنها الخرسانه، لان الخرسانه عقبال ما توصل لقوام ينفع يطبع بيه هتكون شكت اصلا، فدي ما بتتعملش كده، لا هي احنا بنعمل الفورم خصوصا ان انت عشان تطبع الكوست بتاع طباعه مثلا نموذج اثري، لو احنا عندنا موديل للبارون من بره وهنطبعه علشان يبقى سوفونير او حاجه، انت التكلفه بتاعه طباعه النموذج الواحد رقم، لكن لو انت عملت الموديل او الفارما بتاعه الموديل يو كان بروديوس يعني عدد لا نهائي من القطع، وانت كده كسبان الفارما يعني اللي انت تقدر تنتج ده في اي وقت. فهي على فكره كمان بيدرس الكلام ده اللي احنا بنقوله وما كناش متخيلين ان هو في يوم من الايام هيبقى حقيقه، بيدرس الكلام ده جوه وزاره الاثار عشان يعملوا مستنسخات بشكل متحضر ومتقدم ويطلع الحاجه، خلاص هم كمان عندهم intellectual property للكلام ده من المكتبه. يعني تخيل ان انت مثلا حد ممكن يسكان السلطان حسن ويبقى انت تقدر تقتني الشرايط الكتابيه بتاع السلطان حسن، على فكره عندنا ثروات فظيعه لو طبقوا عليها الفكر دي حقيقه هتبقى حاجه مميزه. فردا على سؤالك اه ينفع وبيتعمل بالطريقه اللي كنت بشرحها دي، لكن هو ما تفعلش لسه لغايه النهارده في مصر، ولكن تحت الدراسه من الحكومه نفسها كمان. ما شاء الله اخبار كويسه ان شاء الله. طيب في اخر سؤال يا دكتوره، ما شاء الله المجهود رائع، سؤالي هو ازاي استغل المجهود التخطيطي ده كاداه لمراقبه المشروع والتحكم في التغيرات اثناء التنفيذ، واتمنى لحضرتك تشرح لنا حجم التغيرات اللي تمت على الموديل اثناء فتره التنفيذ مقارنه بما تم في مرحله التخطيط، وهل كان في مرونه لمواجهه التغيير اثناء التنفيذ ولا لا؟ تمام، هي بيبقى في مرونه لانه موديل زي ما انت بيكون عندك بروجكت بيجي لك عليه تصليحه بتصلح، لكن هي الفكره بقى في اللينكد اكتيفيتيز، لو انا مربطه ان الاكتيفيتي دي هي وده بيحصل طبعا مربوطه بال يعني تركيب الباب مثلا متركب بالفينش بتاع الحيطه بالارضيه بالمناسيب بكل اللي حواليه، يوم ما اجي انا اتدخل على الباب ده طبيعي هتدخل على كل لينكد اكتيفيتي، لكن لما كان الموضوع كله بيدار من الاول يعني بالطرق التقليديه فكان الكلام ده بيحصل اون ذا ديلي بيزس، لكن لما جينا نشتغل بالطريقه دي لا كانت القصه واضحه وما كانش فيه المشاكل دي بشكل كبير. الحاجه الوحيده اللي كانت عامله مشاكل زي ما احنا قلنا ان احنا اخذنا وقت في الموديلنج، ان البروجكت كان ابتدى واحنا بنعمل الطريقه دي، فطبعا الفتره ما سبقها دي كانت يعني مشكله. الفكره بتاعت الموديل في استيعاب التغييرات، ما هو انت كل ما بيحصل اكتيفيتي معينه او إن احنا مثلا معماريين بنشتغل لوحدينا على جنب والانشائي بيشتغل وهو بعد كده بنعمل لينك عشان الدنيا كلها تتقري على بعض، الام اي بي بيدخل وبعد كده يعني في الاخر ما هو الموديل ده هو سيميوليت للواقع، فانت عندك فوق السقف المعلق اللي انت شايفه في الصوره ده
في اكتيفيتيز رهيبه، وفي يعني اطفاء حريق، وفي مسارات كهرباء وكيبل ترينز وباسويز، يعني في موضوع فوق السقف. فبالتالي لازم تو بي سيميوليتد بالظبط. لو انا مش بعمل الموديل ده علشان اقدر اعمل تعديلات عليه يبقى هو مش مفيد. لا طبعا، هو بيستقبل تغييرات ويرجع يتعمل تاني من الاول ريبورت اوف كلاش ديتكشن عشان تشوف اللي انت عدلته خبط في ايه. لان زي ما قلت لك، هو الغرض بتاعنا احنا اللي بيشتغلوا على البام ك اتش بام او هيريتج بيلدينج انفورميشن موديلنج، حاجه اسمها الفاسيلتي مانجمنت. الفاسيلتي مانجمنت دي يعني صيانه المنشات اللي هي من الاخر لازم تكون بتستوعب ان انا بعمل تغييرات. ده انا كمان ممكن ادخل اعمل عليه ادابتيف ريوز، هاجي بعد شويه في مبنى هقول ده المبنى ده انا عملت له فاسيلتي مانجمنت كمبنى اثري كمزار، لا ده انا النهارده هعمله مثلا مركز ثقافي. طب انا هفرشه زي ما حصل في العيني مدرسه تعليم للاطفال للكمبيوترز والحاجات الاوليه يعني للذكاء الاصطناعي. طيب انا دلوقتي محتاجه اجهز المبنى، لازم ادخل عليه تغييرات. فهو رقم واحد ان هو لازم يكون بيستقبل تغييرات مهما كان. هو ده بيعمل ليميتيشن في نص المشروع؟ اه طبعا بيعمل ليميتيشن زيه زي اي تغيير بيحصل، لكن مقابل الليميتيشن اللي كان بيحصل على التراديشنال، اعتقد هنا النتيجه برضو افضل من التراديشنال ويز يعني. تمام يا دكتور، جزاكم الله كل خير، وربنا يعني يفيدنا بعلمك دايما، وحاجه ممتازه جدا. واعتقد ان المتاحف لما تعمل الموضوع دوت وتوفرها فيرتشوال رياليتي او حضرتك زي ما قلت حضرتك ووك ثرو، ده هيخلي الناس تزورها اكتر، مش هيخلي الناس توقع كده فعلا. اه يعني مش يعني اعتقد ان انا لما اشوفها يعني هبقى متشوق ان انا اروح وازورها واشوفها عامله ازاي وكده، يعني هكون في دافع ان الناس تشوفها باذن الله. صحيح يعني دي حاجة أساسية طبعا وفكر حقيقي، ويعني بجد تاني بشكرك على الدعوة. أنا بشكرك جدا دكتور. يعني الله يكرمك يا دكتور، ألف شكر. ميرسي جدا ليك، شكرا. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل.